شنو بان لك في هذا المدونه؟ واه اخويا هذه خصها تكون شحال هذه صاحبي، واحد لافونتاج اللي عطاو هذه المراه دابا راه ولا كنشوف عندي اصدقاء ديالي شحال من واحد دابا كتلقى بالزنقه كيشرب دابا هنايا كتلقى شنو مرتو طلقاتو كان راه كيطلب المهم شو لافونتاج عطاهم كيدير دابا كتب ليها الطوموبيل كتب ليها الدار كتب ليها كلشي مليوح مليوح. والمصيبه الثانيه هي كتعذب الدراري ولادو هي كتحرس فهمتي كي مابقاوش يحملوا باهم تحرسوا فهمتي اه باش واش كدير لهم مابقاوش يحملوا ولادهم ولا بنادم ضعيف ماشي عاده دابا عدد كثير. وانت مع هذا القانون اللي غادي يكون القانون خصو يتغير ما يبقاش هذا الشيء اللي كاين دابا لافونتاج تعطي للمراه انت راه تحمل واحد دابا ولا نصف المغرب مليوح في الزناقي كيشرب لانكول ياك انت هذا فونتاج بزاف كل صراحه هذا الشيء اللي غادي التغيير غيكون غيكون في صالحهم ما بغاش المراه تضيع الراجل ما يضيعش فهمتي جوج والسيد كيعاود دابا مرته كتسلخو ياك كتجي هي ولادها وكيبدا يسلخو فيه يلاه شنو الدم ديالها قراو ودار لهم الدور وهذه الى اخره في الاخر من المداوله هذا الشيء داروا راه صالح المراه هذا الشيء اللي كان دابا بغينا يكون صالح الراجل يكون متساوي متساوي ما يضيع لا هذا شكرا حيت كنت كنشوفوا انا ماشي ملي كيولي بلاد مليوح تلقاو حتى ولاد الدراري ولاد ولاد الخور ما كتحرسهم عليه كتقول لهم هذا الدير كيكبر ما الحق ما يبقاش يعرف باه لا باه وما تيبقاش هذاك الاحترام العيال ديال دابا العيال دابا الله يهديهم حتى هما ما كيحترموش هذا الشيء ديال ولا ملي كتخلي راجل تسيطر الحبس ولا تقول لي خلص سمو ثلاث شهور ما خلصتيش هاي تمشي كيدير هادشي.